اول لقاء الجزء الثاني بيبقى حضنه، الجزء الثالث بيبقى عسل. حد مره شاف ان الخليه عكست الكلام ده؟ كتير قوي جدا في 10 مراويش بتاع خطا من النحال اصلا، خطا النحال، اخطاء من النحال، بتبقى اخطاء من النحال طبعا. لا انا بتكلم على فطره النحل او سلوك النحل يا سيدي. ايوه عسل في الاول عسل. نعم في خليه في 4 مراويش بتاع عسل صعب لموسم مواشي يعني فاز مواشي خد من على الخليه اصلا. يعني ده احنا بنتكلم لو خليه ما طالعه من الشتاء اه ما لهاش مشكله، عندك انتنات ومظبطه شغاله اوتوماتيك ديتا وانت بتدي لها على قد ما هي عايزه. افرض حصل في اخطاء او في مجاعه في البرسيم، البرسيم ما فيهاش كميه. احنا بنتكلم على ان احنا بنفكر من خلال منهج او حاجه، ان احنا بنشتغل من خلال منهج سليم. انت دايما كل ما تجاوبني تقول لي ايه؟ احنا بنتكلم على الحاله الفلانيه لما يبقى فيه كذا، الحاله لما يبقى فيه كذا، الحاله لما يبقى فيه كذا. ما هو الراجل القوي ده ما يقدرش يشيل الكرسي ده لما بيجي له شويه برد او انفلونزا. انت فاهمني ولا ايه؟ تمام. انا عايز اقول لك، انا عايز اقول لك، انا ما بتكلمش عن الحالات اللي هي الخاصه. احنا بقى انا بكلمك على المنهج. الدكتور كل كلامه، انا فاهم كلامه كله في حالات خاصه. الناس اللي هي بيكلم نحال الاخطاء الشائعه في النحل هذه الايام، نحال مقصر، نحال ما عندوش فكره، نحال ضعيف. فالنحال الضعيف ده بيعمل ايه؟ بيخطا في كذا يوم وكذا. فالدكتور يقول له ما تزعلش انت اخطات، ما تزعلش انا بصلح لك خطاك بطريقه ثانيه. ما هو دكتور يعني النحال، انا مش ضد الكلام بتاع حضرتك والله، انا بتكلم على نقطه ثانيه واللي احنا نفسنا نحطها كقاعده معروفه. المنهج هو حد مش مسلم بينا كده ان الخليه القويه هي اللي بتجيب عسل والخليه الضعيفه ما بتجيبش، وكل ما وصلت الخليه لعدد اكتر من البراويز بيكون انتاجها اعلى. لكن احنا بنتكلم في الاخطاء اللي احنا بقى خلاص احنا داخلين موسم اهو، ايه اللي اقدر اعمله عشان اجيب عسل؟ انا بالنسبه لي انا بسجل الحته دي بس، كفايه عليكم الحته دي بالنسبه لي انا. الخلية القوية بتجيب عسل أكتر طبعا، والخلية متعددة البراويز لما يبقى فيها نسبة براويز أكتر بتجيب كمية عسل إيه؟ أكتر أكتر. إيه مش حد صح ولا إيه؟ كفاية عليا وكلام الحاج نجاح كده برضه. أنا عايز 50 خلية هجيبهم والحاج إبراهيم يجيب 50 خلية. 50 خلية بتوعه هجيبهم 5000، هو يجيب ال 50 خلية بتوعه ب 10000 يكون جنب بعض. هم بتوع ثلاث أدوار وبتوع دور واحد ونشوف النتيجه بتاعتها. انا بقى كل دي هحط الخاشي واحمل ومشي. هم واحد عندي شغال 100 صندوق فاضيين هيحطهم ازاي؟ انا هجيب عربيه ب 50 جنيه تشيلهم، هو هيجيب عربيه ب 500 جنيه تكلفه. مش فاهمنا برضه. وبعدين النتيجه الاخر هو لا لا بص لي، بص لي حاج نجاح كلامك انت بتتكلم على التكلفه بس. انت مقتنع ومتيقن ان كل ما كانت الخليه قويه تجيب عسل كويس صح ولا لا؟ هي دي اللي احنا كلنا متفقين عليها. هو عايز يقول كده يعني 100 طوبه بيحذفهم وواحد بيحذف طوبه انا احسن. لا ابو مية بس خلاص بس على كده. يبقى الخلية يعني قوية أنا آسف إيه؟ إذا كنت أنتوا فكرتوا إن أنا بتكلم على طريقة طبيعية، أنا بتكلم على الفطرة اللي إحنا داخلين فيها. إزاي أصحح أخطائي؟ خلاص أنا بقيت في الموسم وفاضل 15 يوما على القطف، أعمل فيهم إيه؟ أصحح أخطائي ومفرق وما أكون مش كل شوية أدخن على الخلية ومش كل شوية أسيبها عاملة زوايد وكل الكلام دي. إن أنا ببدا انا بقول الحتت اللمسات الفنيه اللي النحال يجب يعملها في الفتره القادمه. هو خلاص ربى نحله واللي وصل دورين وصل واللي على ثلاث براويز وصل. وبعدين انا عايز اقول لكم مفيش منحل كله قوي في العالم كله. النحل احنا مصنفينه قوه الطايفه على ان ضعيفه متوسطه قويه، واخدين بال حضراتكم؟ الضعيفه في نويه الاول وبعدين ضعيفه اللي هي من 3 براويز لخمس براويز، وفيه من 5 لـ7 وفيه من 7 الى اكتر، دي القويه. واخدين بحضراتكم؟ فاي منحل في العالم في عند احسن نحال او اقوى نحال بيمر بهذه المراحل. خليه على دورين، خليه على
10 براويز، خليه على 7، الخليه الضعيفه اللي احنا بنقوله ان احنا بناخد منها وندي ونرجع نرجع له، دينا شايلها من الليسته نهائي. عارف ان دي بربيها لمرحله اخرى، بربيها لايه؟ لمرحله اخرى، مش هرمها في 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 الزباله، لا ده انا ذكي بشوف النحل الضعيف اللي عندي اقويه عشان هو ده اللي انا هاخد منه في البرسيم. يعني في الموالح عملت كده، هاخدها في البرسيم، تيجي تلاقيها في البرسيم هي اللي اقوى، بقت اقوى خليه عندي لان اديتها كميه من الحضنه بقت قويه، دخلت معايا موسم البرسيم هي اللي جابت المحصول الجديد. اللي انا عايز اقوله لكم ان النحال ذكي، لازم يتعامل بعقله مع طيفه النحل ويبقى فاهمها كويس قوي، واي خطا بيعمله النحال مع طيفه النحل حتى لو انت شلت المدخن وخبطته خبطه غير اراديه قويه على طيفه النحل، دي خطا بيأثر على طيفه النحل، سبت المرض فيها مؤثر عليها وعلى قوتها وعلى انتاجك من العسل. الملكه سيئه، ده بيأثر على طيفه العسل. شغلك في الطيفه خطا بيأثر على طيفه العسل. اذا انا كنحال، النحال المتعلم او المتدرب يختلف عن نحال مبتدئ، صح ولا لا؟ صح. هل تجيب نحال ذكي وبيشتغل بقاله كام سنه في النحل زي نحال جديد؟ طب ما هو ده نحال وده نحال، بس ده شغله بيختلف عن الشغل ده. ولذلك احنا لازم يكون عندنا يقين ان احنا بنتعامل كل اسبوع يختلف عن الاسبوع اللي بعده مع النحل. ولازم اكون انا ذكي فاهم انا بعمل ايه؟ اتفضل. دلوقتي الخليه شايفينها ايه في الخليه؟ ان هي ما فيهاش ضرب وبتدافع الخليه. النهارده الموسم شغال ما فيش ضرب. تمام. الجو دافئ مش حار. تمام. عايز النحال يشيل الخشب النهارده عشان بتكمكم الخليه، الخليه تهوى شويه. طبعا طبعا. الناحيه الثانيه عايزه يرتب منحله ما يجيش ناحيته لغايه ما يجي يفرزه. تمام. النهارده يطلع من منحل 100 طرد، هيطلع منه 100 خليه، هيطلع منها طرد واحد. ما يجيش تبعصه في النحل، يرتب نحله ما تفعصش فيه. هيزيد عنده العسل الطاقة 3. حلو. طول ما بيفعصش في الخلية العسل بيزيد. تمام يا حاج نجاح. هتلاقي اثنين عايزهم يضربوا لأي نحال. أنت والله قلت كلامي يساوي كتير، يعني عايزينك كل مرة كده. في قاعدة ثانية عايزين نوصلها. معلش، إحنا خدنا القاعدة الأولانية خلاص. كمية العسل بتزيد مع كمية الإيه؟ البراويز، مع عدد البراويز، مع عدد البراويز. خلاص القاعده دي خلصناها. القاعده الثانيه لحد ما تقول تجهيز تجهيز النحل 10 براويز وكل براويز 100 جرام، عايزهم 5 والبراويز فيها 4 جرام. ما انتش واخد بالك لسه من اللي احنا بنقوله، هنقول لك عليه. بص 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 بص، تاني قاعده يا جماعه، في عمليه تجهيز النحل، تجهيز النحل لدخول موسم، خدت بالك؟ ما هي عمليات تجهيز النحل؟ ما هي عمليات تجهيز النحل؟ انا مش هتكلم على كل العمليات، انا هتكلم على عمليه واحده بس. كل النحالين اللي هم الناس اللي هي الكبيره المعروفه، النحالين يعني اللي هم عندهم نحل وبيشتغلوا، لما تدخل النحال الكبير هتلاقي، تدخل منحله تلاقي النحل كله على عدد واحد من البراويز. الله يبارك. هتدخل عند النحال الكبير هتلاقي النحل كله على 5 براويز، كل النحال على 5 براويز، على 6 براويز. تدخل عند نحال مبتدئ تلاقي فيه خليه 9 براويز، وخليه بروازين، وخليه 4 براويز، وخليه مش عارف ايه. ما عملش اجراء مهم جدا بيتعمل في شهر 2، مش بيتعمل في الموسم، عمليه تسويه النحل. انت فاهم يعني ايه؟ يعني النحل كله يبقى زي بعضه. حته ان انا اخد برواز اوديه خليه ثانيه، بيتعمل، بس بيتعمل امتى؟ بيتعمل امتى؟ في بدايه الموسم، في شهر 2، شهر 2 و3. انا اطلع شهر 2 و3 يبقى منحلي كله ايه؟ سواسيه، كله زي بعض، توازي. عنده 5 براويز، عنده 6 براويز، عنده 7 براويز. طب لو هو وصل ل6 براويز او 7 براويز وانا عايز ارفعه كل دورين، يترفع ولا ما يترفعش بالطريقه اللي احنا قلناها قبل كده؟ يترفع. يبقى برده كل خليه المنحل كله هيبقى دورين، صح ولا ايه؟ الحته الاولانيه بتاعه تجهيز النحل للموسم دي حاجه معروفه لدى كل النحالين المحترفين، صح ولا ايه؟ اذا اللي نحله المختلف في الموسم بيبقى اسمه نحال ايه؟ نحال مهاوي مش محترف، صح ولا ايه؟ دي قاعده تانيه.
لازم تعرفه. ماشي اقدر. اتفضل. الواد في عامل مساعد في تقويه الطوارئ بنعمله يعني. هو بسيط بس مساعد. بننقل الضعيفه المكان دي بتساعد. صحيح بس دي من المحله الثانيه. الحته الثانيه نقطه في حاجه. الواد لما بيجي ننقل براس حمص مش المفروض كميه النحت تستوعب الحمص؟ طبعا طبعا. في سؤال بقى عايز اساله. الراس احساس بنحطه قبل الاخير او بعد الاولاني؟ صح ولا غلط؟ لا دي بص حضرتك وضع برواز شمعي الاساس بيختلف من وقت لاخر. وقت تربيه الحضنه انت حطه في النص بين بروازين حضنه مفتوحه. وقت انتاج العسل حطه في الاخر خالص على اساس ان يجي عسل كامل. واخد بال حضرتك تستفيد منه وهي بيبقى النحل قوي بيمطه. القاعده الثالثه. القاعده الثالثه. انت شايف ان في مجموعه قواعد صح ولا ايه؟ ولا مختلفين في الحته دي؟ كله ما في مجموعه قواعد لابد ان حاجه يحطها في دماغه. لو انت نحله مختلف في الاعداد 7 و8 و10 و12 و15 شبيه اعرف ان انت نحال ناقصك علامه. مش عيب ان انت تتعلم صح ولا ايه؟ لو انت نحلك كله زي بعضه يبقى انت كده بقى ايه؟ انت نحال مختلف صح؟ طيب قاعده ثالثه يا جماعه. الصح في الفرز ايه؟ ان انا اطلع كل النحل كل النحل واشطه افرز الحضنه واللي ما فيهوش حضنه وكله، ولا اطلع البراويز اللي هي مختومه بالعسل فقط لا غير؟ بروز العسل فقط لا غير. ها؟ فقط لا غير. مختوم العسل. المختومه بس، العسل اللي هي كلها عسل بس، انما اللي فيها حضنه وعسل مفروض ما تطلعش. مفروض ما تطلعش صح ولا ايه؟ القاعده العلميه في الفرز، القاعده العلميه في الفرز انا ما بقولكمش احنا بنعمل ايه. احنا ممكن نكون بنعمل غلط، ممكن نكون بنعمل حاجه مختلفه، انما انا بكلمك على قواعد او منهج النحالين في العالم. في العالم كله هل حد بيطلع برواز فيه حضره؟ لا، بيطلع براويز فيها عسل فقط لا غير. اللي هي الست ديت مدخلاها فين؟ في المقشطه اللي انتوا شايفينها دي، الست دي اللي هي بتفرزها دلوقتي دي. طيب عشان نوصل للمرحله ديت لابد الخليه بتاعتنا تبقى ايه؟ دورين صح ولا ايه؟ يبقى القاعده الاولى ان النحال لازم نحله يبقى كله زي بعضه قد بعضه متساوي في عدد البراويز. النقطة الثانية ان يبقى نحلك في الموسم دورين. القاعدة الثالثة في الموسم ان انت تطلع العسل وما تطلعش الحضنة. طيب العسل اللي حوالين الحضنة والرطيبة اللي هي نص البرواز وثلاث ارباع البرواز دي هتضيع مننا ولا هناخدها تاني؟ لا لو مقبولة ممكن ناخدها تاني لو كنا البرواز الحضنة تطلع ويكمل العسل. هناخدها تاني ازاي؟ المقبولة هناخدها تاني ازاي؟ هنطلعها البراز ونحطها تاني. ايه؟ هنفرز البراز ونحطها تاني. ما احنا مش هنطلع البراز اللي فيه حضنه. ها؟ هناخدها ازاي؟ الرطيبه دي هناخدها ازاي؟ حاجز الحاجز. ايه؟ الحاجز. عن طريق الحاجز. وعن طريق ايه كمان؟ انك بتطلع اللي هي الرطيبه اللي فيها حته حضنه مقفوله بطلعها فين؟ في مكان العسل. انت فاهم ولا ايه؟ ادي طريقه ثانيه. اسمعني بس. انا ما بتكلمش عن اللي بيحصل يا جماعه. الدكتور حمدي في الاول اتكلم عن اخطاء النحالين وازاي يحلها. انا ما بتكلمش على كده، انا بتكلم على القواعد او المنهج العالمي لتربيه نحل النحل. شوفوا بصوا الخليه اللي قدامكم دي، يعني خليه قويه جدا وما فيهاش ولا جرام عسل. مش في موسم عسل بس. ماشي ما فيش مشكله. دلوقتي في موسم العسل ايه بدات ايه؟ هتطلع بالراس من نص الحضن العسل. لا في ده الكلام ده هي بيقول. لا انا بتكلم على صندوق العسل اللي هو الدور الثاني. شوف دلوقتي ما اعرفش انا دي هي اللي قبل كده ما كانش فيها عسل. دي بقى دي عسل اهي بقى. ده وقت وده بص كله عسل. لا بيجي بقى كده. لا مش عارف كله عسل. لا مش حاطط لسه. هو بيحط في الثالث ما بين الثالث والثالث. اتفضل. انا من 79 وانا شغال مع الحاج نجاة. اه. من قبل 79 كمان. اه. ما شفتش خلايا ضوئيه.
طب انا لحد قالك تشتغل معانا عليك وبرضه طب روح اشتغل عند واحد تاني اللي هو بيعمل دوريه. انا ما بحبش ابالغ في الكلام. انا بقول لك من قبل 79 ما شفتش خليه دوريه. يعني امه ما بيعرفش باي منح اللصه بتاعك المعلم بتاعك ما بيعرفش ليه معلم وسيد المعلمين ما بيعرفش يطلع دوريه. معلم عنده خاريات البرواز ده 2 كيلو و3 كيلو النهارده من محل عنده 3 كيلو والله كيف ربنا يزيدك يا انا عايزين نور على الفن. معلش بقول لك يعني هو الراجل انا اقول لك حاجه. طب انا قلت لهم بقول لهم احنا بنصحى التحديد انا هكلم الراجل هو بيقول لي انت النهارده دي النهارده دي النهارده انتوا عارفين الخلايا الدوريه. والله انت بقول لك ان والله ما يعني الخلايا الدوريه انا فوجئت الاسبوع اللي فات وما كانش موسم يعني ما لسه ما لقيتها عامله صواريخ شمع تحت الغطا. والله العظيم زي ما بقول لك كده منفض ايه؟ خليها جنبها عليه. لا ما نفضتش وحياتك ما نفضتش فاهم. صواريخ تحت الغطا لدرجه ان انا بحسب يعني بشوف الغطا لقيته ما انا مطلوبك يوم الثلاث 5 دقايق والنفس يوم الثلاث رجال اهو واجي لك يوم الخميس 5 دقايق نشوف قبل الفريق وتعالى يوم 30/5 تاني انت بتقول مش هجيب عسل هوريك يوم 30/5 انا لو عيش ماشي وفي حد مش هوديك الجنب انت بتقول لنا حاجه مهمه قوي. يا جماعه لو انا عندي خليه فيها عسل افرزها فرز جائر وارجع افرزها مره تانية فرز جائر ولا استخدم وسيله اخرى في انتاج العسل؟ لكن ما عندوش خشب بعد اذنك بقى. انت تعرف ما عندوش الهوايه بكام؟ الهوايه بكام؟ 50 جنيه فهمني بس 50 جنيه والبرواز الشمع الواحد بكام؟ ب 4 جنيه لا البرواز اللي هو مليان عسل ماشي اغلى من ثمن اغلى من ثمن الهوايه هو هياخد نتيجه الهوايه دي هياخد له 5-6 براويز زياده 6 براويز عسل زياده هو فين هو هيطلع يصيف ما هو اشتغل تاني هو مش عايز يقف هو اللي انت مش عايز في يوم ما عايش في عمره هو اللي في دماغه هيمشيه يعني انت حكمت عليه كده ده اخويا الكبير انا عارف اه باشمهندس كان في المحاضره اللي فاتت كان اتكلموا عن جهاز جنرال عملت فكره صغيره كده احنا بنستخدم كمان عن جهاز جنطر يعني اتفضل جبت برواز يعني المنطوط جديد وجبت مسمار 10 سم وخربت البرواز وخلعت القاعده بتاعت الكاس بتاع جنطر القاعده اللي هي بتتركب بالشراكه الجزء ركبتها في البرواز من ورا واديته للملكه بضيف البرواز كله بما فيها الكؤوس اللي فيه حطيت البيضه بكام؟ حطيت كام كاس بقى كده؟ انا كنت مجرب على 10 بس الاول ممكن احط زي ما انا عايز عادي ممكن 100 بيضه الرز الواحد زي ما انت عايز حطيت 10 بضيفهم يعني زي اي والكاس ده لزقته ازاي في الشمع من ورا يعني؟ ما انا بقول لحضرتك جبت المسمار الاول ودخلته فعمل لي ثقب في البرواز وصل الفكرتين في بعض 10 سم الفكرتين بنفس قطر الكاس هو نفس الكاس ولزقت القاعده بس الجهاز فلتر القاعده تنفصل عن القمه بتاعته بعد ما الملكه حطت البيضه فيه خلعتها وركبت القمه بتاعته وحطيت الخليه دي كان عندي جهاز فلتر بالظبط فكره جميله ورائعه ممكن تحط العدد بقى اللي انت عايزه شفتها حسام نشرها على الفيس انا شفتها وعلى الفيس كان بيتكلموا عن جهاز فلتر المره اللي فاتت يعني فدي كمان ممكن تخلينا نستغني كمان عن جهاز فلتر من اساسه فعلا بس الكود وهو الراجل اصلا الراجل جنتر الراجل جنتر خواجه جنتر استغنى عن فكرته برضه لما احنا قلنا الخواجه جنتر استغنى عن فكرته برضه وعمل نفس الفكره بتاعتك اللي هو جاب حته قماشه وجاب اسطمبه فيها عيون ثلاثيه وقدر ان هو يطلع يخلي الملكه تبيض على القماش بحيث بعد كده لما حط القماش على على وش البراويز من فوق كده النحل اشتغل عليه هو رخر ابتكر وعلى ذلك احنا
الشهر اللي فات كان شهر بيتكلم عن الابتكارات في نحل العسل. فأي ابتكار ممتاز، وإحنا بنشجع الابتكارات وبنشجع التفكير وبنشجع حاجة. بس لابد إن إحنا لما نيجي نشتغل في مجال تربية نحل العسل يكون عندنا منهج نشتغل عليه. إنما الابتكار مهم، بس بعد ما تتقن الأساسيات والمنهج. تفهم ولا إيه؟ أنا النهاردة لما رحت الصين سألته أنتوا بتجيبوا البروبليس ده كله إزاي؟ قال لك الخلية الدورين بتجيب بروبليس. أنا شفت المحيط بالخلايا، يعني الغطاء النباتي لا فيه شجر من اللي هو بتاع البروبليس ولا أي حاجة خالص، مفيش. المهم إن هو الخلايا الدورين القوية جدا هي اللي بتجيب بروبليس. تاخد بال حضرتك؟ بصرف النظر ما احنا قلت لهم، واخد بالك؟ الخلية القوية هي اللي بتجيب بروبليس. الخلية القوية جدا عندهم هي اللي بتجيب غذاء ملكات. الخلية القوية جدا هي اللي بتجيب عسل. الخلية القوية جدا بتجيب كمية حقول لقاح في اليوم درجة قد كده مليان. تاخد بال حضرتك؟ الخلية القوية. وبناء عليه لما جينا نقول احنا يا جماعة ليه احنا متأخرين في انتاج غذاء الملكات، كان لابد يسبقوا مرحلة تانية. ازاي النحال المصري يرفع الخلية بتاعته تبقى اثنين ودورين وثلاثة زي البلاد الاخرى؟ احنا بقالنا ثلاث اربع سنين في الحتة اللي هي ازاي النحال يرفع الخلية بتاعته دورين وثلاثة، وكل ما نتكلم عن الموضوع ده يطلع واحد زي عم نجاح اهو يقول لنا لا انتوا كلامكم غلط. لا مش غلط، وهو كمنه هو راجل زعيم بمشي وراه 50,000 واحد. مش غلط، انت كل شيخ له طريقه. هو الجنتر ده مش خواجه وعالم، انا راجل وحش ابتدائي، انا بعمل حبايبي من غير حاجه. اجي على بلوز اساس احطه في الخليه نطه وبيضه، واخده في خليه يبقى يديني وافسخ البراويز واحطه على وش البراويز، هتعمل لي بيت كده اهو. الجنتر بتاعه ده بتاع خبيب. انا ما كنتش مدرسي ابتدائي حد، هعمل احسن منه. يعني انت هتعمل احسن من جنتر؟ هعمله فلاح خالص. طيب ماشي هقطع شريحه من البرواز واحطها مش البرواز. ماشي يا عم ماشي، يبقى اعمل انت احسن من جنتر. بس يا جماعه عشان تنتجوا وعشان تكسبوا وعشان تجيبوا عسل كتير وعشان تجيبوا شرب ايه، لابد ان انتوا تتبعوا القواعد بتاعه النحاله العالميه. نمره واحد ان انتوا تلتزموا باساليب النحاله العالميه. بعد كده ابقى شغل مخك وفكر وابتكر واعمل اللي انت عايزه كله، بس في النهايه الاول اوصل للناس الثانيه وبعدين ابقى انت زود على الناس الثانيه، ولا ايه؟ عبد الله صلى الله عليه وسلم. الناس بيعملوا ايه؟ بيجوا على النحال بيدوا له اللي هو عايزه، وبيجوا على الخرسان بياخدوا منه العسل. مش هو منسج مش مشتاجي انا، فين اللي يساعدني؟ انت عندك طريقه لتقويه الطائفه بالتوسع الراسي ما هم في البره ما يعرفوهاش لسه. انت فاهم ولا ايه؟ يعني انت ربنا كرمك بطريقه، لو انت عايز يعني ايه زي ما تقول ايه، انت جالك صاروخ كده تركبه عشان توصل تبقى زي الناس الثانيه، ومع ذلك ما انتش عايز تعمله. تقول لي اجيب صندوق ب 50 جنيه 50 جنيه ايه؟ ده انت هتجيب عسل عندهم خبره وكان عندهم ارشاد. روح لاسوان قول له غربيه. بص عشان ما يحصلناش احباط. كم واحد رافع الخلايا بتاعته من المجموعه دي؟ كل اللي قاعدين واقفين. كل لو سمحت ارفعوا ايديكم. كم واحد رافع الخلايا بتاعته؟ انا رافع والله. ما رفعتش؟ لسه ما رفعتش. انما رفعت السنه اللي فاتت؟ يعني بترفع؟ برفع. وانت بترفع ولا بترفع؟ بترفع ولا بترفع؟ يعني المجموعه كلها بترفع. مش مشكله بقى. طب ليه يا صالح سؤال بمناسبه الضم حق ابراهيم؟ انا رحت لواحد دلوقتي عنده 150 خليه النهارده، رحت لواحد عنده 150 خليه مثلا النهارده على خمس براويز. الثلاث ارباع الموضوع عاوزه يجيب عسل. لو ايه؟ واحد عنده 150 خليه النهارده على خمس براويز. وعاوزه يجيب عسل. عامله ازاي؟ ارفع. لا انا بقى اختلفت مع يعني مش رافع بره، رفعته برضه بس في عمليه الضم. يسيب البرواز المفتوحة في الملكة في برواز اثنين في الضعيفة وضمهم كل ثلاثة أربعة بنحلهم بعضلاتهم. ما دي اسمها طريقة ضم الخلايا. ولحظتها يبقى هنا اعمل لي 50 خلية بدل ال 100. اعمل لي 50 بدل 150. يوم الفارس بياخد منهم 10 عشان 150.
ده في البرسيم، في البرسيم، في البرسيم بس صح؟ في البرسيم في النهار، في البرسيم يا جد يا كل الحضره. طب الكلام ده يقول لك ايه؟ معناه ايه؟ لا معناه ايه؟ معناه ايه؟ ان انت عندك وفره في ايه؟ في حبوب النقاء. يبقى لما يبقى بيقول النحل بيقول لك ايه يا نحال؟ ركب مصياده، ركب مصياده عشان تبيع كل حبوب اللقاح ب 80 جنيه النهارده جمله. النحال بيبيع النهارده، النحال النهارده بنشتري منه كيلو حبوب اللقاح ب 80 جنيه. انت فاهم ولا ايه؟ انت النهارده كل لو انت مركب شويه شرايح كده، الشريحه من المجنيه ديت يعني انت هتشتري حبوب اللقاح بتاعها ب 90 80 جنيه. الشرايح هي بتقيس النحل، بتكسر رجول النحل، لها مشاكل يعني ما فيش عن طريق احسن. اللي بيتكلم عن انتاج حبوب اللقاح بالطريقه ديت برضه بيخالف القواعد الدوليه والعالميه. ليه؟ انت كراجل منتج حبوب لقاح معروف ان انت بتركب مصيدة حبوب لقاح. مش دي خبير الرشوب ده؟ لا مش خبير. ده عامله بتقشط من خلال دي المعامل بتاع العسل والشرايح. من خلال معمل ننشرها في مصر. معمل انت فاهمني؟ معمل متخصص. شوف كم برواز، عايز اشوف البرواز اللي موجود 10 دقايق وبيتعبوا ويطلعوا انت تاخدهم من على السلم من بعض. نفسي اعمل الكلام ده هنا والله. ركبوا يا جماعه اللي انتوا عندكم حبوب لقاح كتير برسيم. النهارده كده حبوب لقاح برسيم ب 80 جنيه. انت لما هتركب مصيده مش هتاثر على كميه العسل باكتر من 4%، وده البحث الوحيد المتاح لنا عشان نقول لك عليه. ان كميه العسل اللي بتقل بنسبه 4%. انت فاهمني؟ كميه بسيطه جدا. ليه؟ لانك انت هتاخد حبوب لقاح، فلو سمحت ركب مصيده حبوب لقاح. هتفاجئ ان في نهايه موسم البرسيم هتلاقي نفسك على الاقل جايب كيلو ولا كيلو وربع بدون ما تعمل اي مجهود، بدون ما تعمل اي مجهود. انت فاهمني ولا ايه؟ فاذا الخليه بتاعتك بتقول لك ركب لي مصيده حبوب لقاح. حالا ايه؟ حالا دلوقتي حالا فوق النهارده ايه؟ لسه بدايه الحبوب لسه النهارده بطلع حبوب لقاح. كل حاجه بتعوز مجهود وشغل هيجيبها. ده لازم حبوب لقاح تتجمع كل يوم. الواحد ابيض. لا ما تجمعش كل يوم، ركب شريحه وحط تحتيها شكاره. ليه انت ليه بيعمل كده؟ تعرف تجاوب لي على السؤال ده؟ يعني ليه بيجيبوا الصبح ابيض واخر النهار؟ لما هتنشف مش هيبقى فاهم. الصبح بيروح على الكهرباء. ليه؟ ريحه زي حاجز الملكيات. لان تزهير البرسيم ظهرت البرسيم وحط تحتيها شكاره ورق. دي شرحيق الا ابتداء من الساعه 9:30 ل 10 كده. لما بتبقى ناشفه واخر النهار لها مرحله من الساعه 10 والظاهره بتوقف شويه، وبعدين العصر من بعد الساعه 3 كده 3:30 تبدا تشتغل تاني حبوب لقاح البرسيم. اما الكافور الصبح بدري، الذره الصبح بدري، يعني الذره ما تلاقيش منه اخر النهار. الذره بتجيبها عند عجينه. نحل بيجيب حبوب لقاح من الرز. في الصبح بدري. لا في مش كل الرز بس ما بيتبانش. مش كل كل حاجه بس بعض الاصناف اللي هي جزء 173 174 ها ما بيتبانش بيبقى معطول. لا بتبان. لا احنا فصلناها وجبناها. كان الاول لما تقول ان النحل بيجيب حبوب لقاح من الرز يقول لك انت ما بتعرفش حاجه برضه. الناس بتوع زمان لسه القمح بقى الرز بيتبان. الناس بتوع زمان قوي. ايوه لونها بص فاتحه عن الذره، فاتحه عن الذره شويه، لون مصفر كده يعني تدي الصفار ده مع فاتح صفار زاهي كده. والله مع الذره يعني. والله واحد بالله ان هي اورطه. يعني ايه اورطه يعني؟ يعني اللي بنقوله ده كله اورطه؟ يا حاج الراجل يا بند بقى يعني ما اقول لك انت الحبوب لقاح ده اورطه؟ لا. ما في ناس بنت عمارات من حبوب لقاح. انا ما بقولش اورطه، بقول يا عتاد صفار. دلوقتي ثلاث ادوار اورطه؟ كنت في بلدي. تعالى اتفرج على الخليه الثلاث ادوار شكلها ايه قبل ما تقول اورطه. يا عم انت حالك تقعد تاخد شويه كم مقعد. بقول لك ازاي تبقى عندك خليه ثلاث ادوار دول؟ لا اورطه ازاي؟ انا عندي بلد. قول انا ما اعرفش. انا عندي ما بعرفش. بس انا عندي بلد فيها 400 نسمة. رمز في المحل. انا كان عندي 50 خليه واحد عنده 20. كان البلد فيها طن عسل، 2 طن عسل، قلنا احنا ب 70 خليه بنجيبهم. النهارده بقى فيها 5000 خليه. ايوه. هو العسل وعلى العسل قال.
بتاعك. ايوه طبعا طبعا عدد النحل زاد جدا بس احنا شغالين برضه في انتاج كروم مش كله عسل، في ناس ما بتنتجش عسل خالص يعني عشان تبقوا انتوا عارفين احنا انا اللي حاسس بموضوع النحل وعارف في مجموعه لا تعير للانتاج العسل اي اهميه خالص، كل هدفه انتاج 3 طرود او 4 طرود من الطيف هو ده اللي بيكسب. انا عايز فدان بنسين واعمل عليه شبكه وحط لي خليتين من النعم وشوف احط الفدان بنسين تاني 10 خلايا من الخليتين هيجيب رد 10 خلايا. هي ما كلامك صح ما فيش كلام تقريبا يعني بس هي هو قدر النعم قدر النعم قال لك عايزين نعمل ممكن يخلوه من امبارح في اقتراح من وقت يقول ممكن تقفل العسلية فترة من الصبح لحد العصر. كده هيتوه الدبور وهبتعد عن مكان الملحم. مين اللي قال اقتراح ده؟ اقتراح من مين؟ هذا من بالي برضه عطى اقتراح. اوعى 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 تعمل عملية دي. ساعتين ساعة مش هتلاقي النعم. مين اللي قال الاقتراح ده؟ في شهر 10 مية هو بس مش عايز يقول. هو موضوع الدبور يعني في تجربتين شغالين عندنا في القس اللي هو ان انت تعمل قفص سلك من اللي هو ما بيدخلش الدبور ده على المنحل بس يكون اوسع شويه 4 قوائم وتشد عليه سلك والنحل يتحرك داخل السلك وده نتائج عندنا كويسه بس لكن في جزء من النحل برضه بيموت إيه انت بتغذيه بس بتحافظ عليه اكتر يعني الدبور بينهي على الطريق يعني على المنحل كله ولا على الخليه على المنحل يعني قصدك تحطه في صوبه كان زي صوبه كده تحطه في صوبه طب ويسرح ازاي ازاي ما بيسرحش انت بتغذيه وبتعمل كل حاجه وبتحافظ على خروج النحله وتمنع الدبور لانه بيكبر الدبور بيجي في شهر كام هو بيبدا لا بيبدا من شهر مثلا النهارده ملكاء الماكسيمم بتاعه او العدد الاكثر 9 و10 ايه ملكاء انا عندي يطلع 100 ملكه موجوده انت عارف يا دكتور ظاهره لاحظتها الخليه اللي انت حضرتك بتقول عليها قويه الدورين دي لو قطعها مكشوف اخرى مكشوف الدبور ينزل يحط عليها تلم عليه موجود الخليه قويه بابها ضيق بيقف على الباب وياكل من على الباب ويمشي اللي بينزل على الخليه من فوق اللي ملهاش غطا لو من غير غطا كده مكشوفه احنا يفتكر دكتور حمدي السنه اللي فاتت عشان الدبور بعد الدبور ما كان نص النحل احنا قلنا له يا دكتور تصرف وشوف لنا طريقه شوف لنا مشروع شوف لنا برنامج شوف لنا فكره شوف لنا بحث المهم في النهايه احنا كنحالين ناخد الكلام بتاع القسم ونطبقه او نمشي وراه لسه انما في الحقيقه احنا عندنا مشكله في دبور البلع ولم نصل الى حل الملكات بتاع المغرب احنا حطينا الموضوع ده في رقبه قسم حسين الموضوع زي ما حضراتكم بتقولوا كده وانتوا بالظبط كانكم معانا في قسم النحل يعني الواحد بيحط صيد الملكات او الملكات اللي هي بتاع الدبور تصطاد ملكه واحده بتقضي على عش كامل واخد بالك ودي مهمه جدا احنا عندنا في الدقي بدا عدد الدبور بعد ما كان بيتعبى في مصايد المصيده نص الاوضه اللي احنا قاعدين فيها دي وتبقى مليانه على خير دلوقتي العدد تقلص عندنا جدا لان احنا كل سنه مركزين على ان احنا لازم نقتل الملكات دي هو ان شاء الله في بحوث شغاله على الدبور اللي هو ان احنا نعديه بالبوفاريا بسيانا اللي هو فطريات ممرضه يعني احنا عندنا مجموعه عشيش معلمينه ونبدا نلوث هذه الدبابير ونعملها دي بتدي نتائج كويسه لحد دلوقتي او ان احنا نعمل لها بكتيريا نصيبه بالبكتيريا اللي هي بتقتل الحشرات او ان احنا الكيجس اللي احنا قلنا عليه دي يعني احنا اخر ما زهقنا بنفكر ان الكيجس ده يتعمل ويتفك ويجي يتركب في الفتره بتاعت نشاط الضبو عندك يوم وتسلقه ثاني يوم يا اما تسلقه ما بين المغرب لحد نص ساعه كمان. هو بحث حاليا بيكتتف في مركز البحوث. اي يعني مركز البحوث تطوع فيه شويه دكتور ايمن والدكتور سعد ابو ليلى وبيكتتف
دلوقتي انت يعني معنى ذلك ان انت بتجيب قطع قماش صغيره وبتربطها بحبل او بخيط رفيع. مسافته قد ايه الخيط ده؟ مسافته قد ايه؟ حوالي 5 سم. 5 سم يعني قطعه قماش مبلله ب بالله. طيب قطعه قماش وخيط 5 سم بربطه ازاي بقى؟ بربطه ازاي؟ ما هي كل حاجه عبس. يعني ايه خيم؟ انا مش فاهم. يعني عقده كده. يعني بتديلها عقده كده بحيث تدخله في رجل ال لا مش في رجل. امال انا على فكره كنت بشوف الظبط ويفرض الفراغ واسع شويه. يمسك الطابور ويدخل الديل بتاعه في زناقه اسمها زناقه بحيث ان هو كده ما يعرفش الديل ده ما يعرفش يتحرك لا كده ولا كده. ينزل عليه الخيه ويربطه بعد كده يطلع في الديل في الخش في الايه؟ في النص كده. على راس البط. طب انت لما بتمسك الدبور ما بيقرصكش؟ لا انا بمسكه في الوقت اللي فاهم احاول انسى حته البصر. الناس بتاعته ضعيفه عن ساعتك هو بص بتشتغل مثلا ساعه في اليوم. ساعه في اليوم. او مثلا لو انت المدحك بعيد بتروح كل اسبوع بتشتغل معاه ساعتين. قبل المغرب العصر بتبدا تصطاد وتحكي. ماشي. وبعدين تيجي قبل المغرب في شويه تركب الخيات وتحطه تحت نص. طيب انت كبحث ولا هم اللي بيكملوه بقى ولا هم اللي بيطبقوه؟ لا انا عملت الفكره وعملتها. انت ده الفكره. لما انت عملت كده عملت يعني انت عملت عد للدبور اللي بيدخل منحلك يومي وبعدين لقيته يتناقص. عملت على العش نفسه. والبحث موجود مع ناس موجوده معانا هنا. يعني ايه على العش نفسه؟ يعني انا رحت على العش واصطدت من اللي داخل العش. انا بتكلم عن انت المحيط بتاع المنحل بتاعك المتضرر. المتضرر انت بتعمل له سيرفي. انا دخلت في القعر في الحاجه الحاسمه حاجه رهيبه. انا اشتغلت على قضيت على العش نفسه قدام عيني. في طريقه ثانيه لا مش فاكر. يعني هو اخذ من العش دبور عشان ده ان هو تبع العش ده. وعلمه اداله الكبسوله بتاعته وساب يرجع العش بتاعه. العش انتهى. العش انتهى مات. بس انت بتتكلم يعني على حاجه ما انتش محسوس. انا بكلمك على العش نفسه محسوس. يعني معنى ذلك لما انت طبقتها على المنحل العدد قل. انا ما عنديش مشكله في البتاع. انا بسيب الضوابط لحد شهر 6 7 عاوز 18. علشان اتمنى نواصل الدراسه بتاعتي. ده بالنسبه لك سواء تجربه المبيد ساعه ما ببدا ما بلاقيش. طب تحط مبيدات ايه؟ حتى انا كنت بستعمل بلدان الاول. البلدان دلوقتي مش موجود. استعمل تلتا بالسرين. السنه اللي فاتت. طب هي ما بتموتش الدبور وهو طاير كده وشايلها؟ عشان اطول حوالي 3 سم. في طريقه ثانيه بقى. الكبسوله بعيده عن جسمه. ما بتموتوش. اول ما بيخش العش يمشي على العش. هي فكره جميله بس احنا عايزين. طب بتعملي الكبسوله قماش ولا بلاستيك؟ قماش. قطعه قماش بس قطعه من اي مثلا بنقص حته قماش سم في سم وتلوثها بالمبيد وبعدين اشبكها الاول واعمل الخايه بتاعتها وبعدين امسك الطابور اشبكها بالزناقه احيد رجليه عشان ما تعكسيش واشبكها فيه واحطه تحت نص الكره. بسيبه عند نص الكره ليه؟ علشان خاطر يفوق من مسحه المراه. وبعدين بنفوق بقى في ميعاد معين اللي هو من المغرب لنص ساعه بعد المغرب. دي في المعدل عادي. لكن انت عندك مثلا تجمع المنحل ممكن ليه بتطلقوا اخر النهار ليه؟ عشان نضمن انه يرجع العش على طول. تمام. عشان تعرف ان هو مش هيعمل سرحه ثانيه او لفه ثانيه يرجع على العش على طول. يرجع على الايه؟ الحاجه بقى اللي هي الوقت ده ما تقدرش تطلق الشخص ما تقدرش تطلق اكتر. لو حبينا نطلق اكتر نصطاد 100 200 300 ونحطهم في مصيده فيها اكل. طب احنا استخدمنا بقى ثاني يوم بقى نقعد نطلقهم مثلا ساعتين ثلاثه اربعه هتضمن ان انت قدامك شهر. انا اقول لحضرتك بقى احنا اشتغلنا على السفين وعلى الفطريات الممرضه للحشرات. الفطريات دي بتجيب نتائج كويسه جدا بس مش متوفره لكل واحد هيشتغل بالفطريات. او ان انا عشان اقول له اشتغل بالفطريات لازم يروح مركز علمي يروح يشتروا منه الفطريات دي ويعمل تلوث لان هي ما بتقتلش الدبور في الطوه واللحظه ده يقعد اسبوع على ما يموت. فانت بتلوث له الجسم بتاعه فبيدخل في العش بتاعه بيمشي على اليرقات بتاعته او الحضنه بتاعته بيؤدي ذلك الى موت العش تماما.
ده بالنسبه لل ممكن يمشي في هو داخل الخلايا اللي هنخش فيها بعد كده وداخل عليه النحل. ما بيطيقش النحل، امن على النحل. لا لا امن على النحل، امن. البوفاريا بسيانا ده امن جدا على النحل، لا بيقتل لا حضره النحل ولا الشغالات بتاع النحل، لكن هو متخصص على يقتل الدبور وكل الحشرات اللي موجوده في الطبيعه، معظم الحشرات. نشوف الدبور ونلوشه ونسيبوه نطلبه. اشتغلنا على السفين. بننسك على السفين بس عشان انتوا تبقوا عارفين، يعني تجارب كتير جدا، بس السفين زي ما انت قلت كده ده مبيد وبيلوث. طب احنا عايزين المشكله اللي احنا عايزين نسال سؤال، عايزين نسال السفين ليه؟ اخترنا السفين ليه؟ السفين مبيد جهازي، على ما يبدا يلوث ويدخل معده الدبور وكده ويموت بياخد فتره طويله، يكون راح العش بتاعه عمل حركه التلوث لليرقات وتموت، وبعدين هو كمان هيموت. بس ده مشكله زي ما انت قلت كده، دي انا استفدت نقطه ان انا ممكن اطلقه قبل المغرب. ما عملوش تلوث. في تكافل ما بين الحشره اللي كانت في الدبور وما بين اليرقات عنده. انا عايز اعرف ايه الخليه اللي عندها قدره على مقاومه الدبور والخليه اللي ما عندهاش قدره على مقاومه الدبور؟ يعني مين الخليه اللي عندها قدره على انها تقف قدام الدبور كويس؟ وايه الخليه اللي هي ما بتعرفش تقف قدام الدبور؟ دكتورين انا زي ما بقول لحضرتك يا حاج ابراهيم، اللي سيب 3 مكشوف 3 4 دبابير ميتين فوق البراويز. عم سيب الشريط بتاع الكاسيت. بس ملون. يبقى مع الشمس كده فيه اضاءه. بقى على الدبور بقى فيه الايه الشريط ده، وبسيبه واطلقه. وبتتبعه لغايه ما يوديني عند العش، بهدم العش بالكامل. ده طريقه الصين دي. طريقه الصين. ودي سبب نجاحها فعلا. انا اخدت كذا عش. بس هو الاشكال في دي ان انت لازم توصل للعش. لازم توصل للعش. أنا من سنتين ثلاثة بعت الرسالة بتاعت العش وأنا قاعد في منحل. من سنتين ثلاثة عملت يعني كان ليا ملاحظات على موضوع الدبور، وقلت إن إحنا المفروض بدل ما نقاوم الدبور نحمي النحل من الدبور، أنت فاهم؟ وبناء عليه جبنا بوابة تسمح بخروج ودخول النحل ولا تسمح بدخول الدبور، اللي هي المسننة دي، أنت واخد بال حضرتك؟ البوابه دي نجحت بنسبه، بس مش بنسبه 100% بصراحه. البوابه دي منعت دخول الدبور تماما للخلايا، واخد بال حضرتك؟ ولكن ما قطعتش الدبور عن المنطقه برضه. يعني انا لاحظت ان في بعض الخلايا تاثرت من الدبور في وجود البوابه دي برضه، واخد بال حضرتك؟ ولذلك انا بقول احنا يبقى لازم ولا بد ان احنا يبقى عندنا الفكرين الاثنين. اولا حمايه النحل من الدبور، يعني لازم اركب له البوابه تحميه، تاخد بالك؟ يعني البوابه اللي انت بتقول عليها دي احد البوابات اللي بتدي حمايه سهله، اللي هي عباره عن الجدار. في بوابه اخرى عملتها الدكتوره مروه بسيوني لما قالت عليها، اللي هي الشيش، فكره الشيش. ما هو فكرة الشيش كعملتها في المصيادة على أساس إن الدبور مش هيعرف يطلع تاني. أنت واخد بالك؟ لو أنا عاملها بالمقلوب زي ما أنت قلت كده الدبور هينزل كده، صح ولا إيه؟ يبقى بالتالي هي برضو بتعتبر بوابة حامية للنحل. إزاي أحمي النحل؟ أنا بفكر الأول أحمي النحل إزاي؟ ثم بعد كده أتبع الأساليب المقاومة بقى. يبقى نمرة واحد أحمي النحل، نمرة اتنين أتبع أساليب المقاومة. هو في سؤال، هو الدبور بيصطاد اي نوع من النحل؟ يعني احنا عندنا جيلين من النحل، اللي جوه الخليه واللي بره الخليه. هو لو بيصطاد بره الخليه ما كان بيصطاده مع الظهر من بره، ده ايه اللي جاب المنحل؟ هو بيجي المنحل عشان النحل الصغير اللي هو واقف على الباب بالذات. هو النحل الصغير مش واقف على الباب، هو عاوز اللي واقف على الباب. ده النحل الحارس. الحارس لان هو ما زال الخلايا الدهنيه بتاعته عاليه عنده، يعني نسبة البروتين في عنده عالية، فهو عاوز دي، وعشان كده بروح يعكس اللي على الباب لحد ما واحد يطلع له الخط وجاي، ما بياخدش اللي جاي من بره اللي شايل حقوق القاعدة. ايوه. ما بيشيلش اللي هو ما بيخطفش اللي هي واقف على الزهرة بره. ايوه. فلما بنعمل احنا البوابة دي بندي فرصة للنحل الحارس ده انه يدافع عن نفسه هو جوه محله. لما بينزل هو ونازل
بيطلعوا له مجموعه بيمسكوه وما بيقدرش يرتكز على رجله وهو دماغه تحت كده. يعني هو عاوز يمسكهم بس مش قادر لان هو مش مثبت رجله ورا. فما بيبقى اختل توازنه هم يمسكوه يقطعوه في الارض. طيب بعد اذنكم احنا عايزين نطلع قاعده اخرى من الجمعيه، قاعده. ما احنا لازم ولا بد يبقى عندنا منهج نشتغل عليه. القاعده اللي احنا هنطلعها النهارده ان مقاومه الدبور لابد انها تحتوي على واحد حمايه الطائفه من الدبور، ثم نمره اثنين مقاومه الدبور. انت فاهمني ولا ايه؟ يبقى نمره واحد حمايه المحل من الدبور، نمره اثنين مقاومه الدبور. يبقى لازم اهتم بان الخليه بتاعتي تبقى مغلقه غلقا تاما، وفي نفس الوقت البوابه بتاعتي لا تسمح بدخول الدبور. ماشي؟ ثم بعد ذلك اعمل بقى مصيده، اعمل الكبسولات، اعمل الشيء الفلاني. يبقى احنا متفقين على كده يا جماعه؟ متفقين على كده؟ يعني السنه دي ان شاء الله هنقاوم الدبور بطريقتين. نمره واحد ان احنا نحمي الخليه من دخول المحل تماما، ان احنا نركب البوابات المانعه. نمره اثنين ان احنا نقاوم الايه؟ الدبور. ويمكن ان شاء الله الموضوع ده ينجح السنه دي. لو في ان شاء الله للحلقه القادمه ان شاء الله آه. انا ممكن اجيب كل المعدات ونعمله الشغل كله قدام. طبعا محتاجينها آه. جدا جدا. يبقى هاتها الشهر الجاي ان شاء الله. طيب فاضل حته صغيره الدكتور حمدي كلمنا عليها برضه، لان هو حضر المؤتمر الافريقي اللي كان معمول في القاهره من اجل تأثير او اخراج وثيقتين. الوثيقه الاولانيه ان هم يطلعوا وثيقه للدول كيفيه تداول الدول الافريقيه. انتوا عارفين في دول كتيره ما عندهاش طريقه لتسجيل المبيدات ولا دخولها ولا خروجها ولا العمليه ايه؟ مفتوحه. مفيش سياسات. فهم عملوا وثيقه خاصه بالتشريعات والسياسات التي تنظم عملية تداول ودخول المبيدات داخل ايه؟ البلدان الافريقية. والوثيقة دي خلصت خلاص. الوثيقة الثانية اللي احنا كنا بصددها ان احنا نعمل وثيقة لحماية نحل العسل من تأثير المبيدات. تاخد بال حضرتك؟ احنا قدمنا في مصر، من مصر يعني، قدمنا مجموعة من الاقتراحات اللي دخلت في الايه؟ الوثيقة. فالدكتور حمدي واحد من ضمن الناس اللي اشتركت في الموضوع ده، وانا اشتركت في الموضوع ده. فهو يقول هو وصل ايه واحنا وصلنا بايه. اتفضل. هي طبعا يعني كنا مقسمين بالنسبه للتاثير، يعني التوصيه باستخدام المبيدات وتاثيرها على نحل العسل ومنتجاته. اجتمعنا، كان المؤتمر ده معمول في مصر وكانت كل الدول الافريقيه موجوده. كنا احنا بنمثل مصر، كان 10 من مصر، كان من ضمنهم الباشمهندس ابراهيم واساتذه المبيدات واساتذه النحل على مستوى مصر والدول الافريقيه. وتقسمنا لثلاث مجموعات، كانت المجموعه العربيه كانت مصر والجزائر وتونس والسودان وموريتانيا. وكتبنا التوصيات بتاعتنا او الايه الاقتراحات اللي احنا كنا بنفكر فيها ازاي نقي طائفه نحل العسل من تاثير المبيدات والكلام ده. وكان معانا المجموعه اللي هي بتاعت التوكسوسيستي اللي هي بتاع المبيدات. كانت يعني كانوا مشتركين معانا، هم لهم جزء واحنا لنا جزء. الجزء ازاي المبيد يدخل البلد وامتى نرشه، والموديف اكشن بتاع المبيد بيستمر قد ايه، والحاجات دي عشان نعرف نقنن احنا امتى نمنع استخدام المبيد ده على طوائف نحل العسل. المهم ان المجموعات الثلاثه، وكانت مجموعه للدول الناطقه بالفرنسيه ومجموعه للدول الايه الناطقه بالانجليزيه، وكان فيه مجموعه مختلطه اللي هم شويه بيتكلموا فرنساوي وشويه بيتكلموا انجليزي. المهم كل مجموعه عملت التوصيات بتاعتها واتجمعت في الاخر وطلعنا بتوصيات تنقسم لقسمين. الجماعه اللي هم بتوع المبيدات كان عليهم دور، ومجموعه النحل عليها دور. مجموعه المبيدات قالت ان احنا يجب نستخدم المبيدات الاقل سميه على نحل العسل، ولابد ان يكتب او يرمز
على الليبل اللي هو متعلق على المبيد بان هذا المبيد سام على النحل، او ان هو بياخد مده قد ايه يكون له تاثير على النحل بعد استخدامه على النباتات. بالاضافه ان هم برضو الجماعه بتوع المبيدات قال لك لازم يتكتب على المبيد هذا المبيد يتم استخدامه مع عدم استخدامه في وقت تزهير النباتات على لوقت استخدام او وقت نشاط المناح. وكان لهم مقترح ثالث برضو ان لابد ان يكون في علاقه بين شركات اللي بتبيع المبيدات وجهاز الارشاد الزراعي ومربي النحل، يبقى في كونتاكت بينهم بحيث ان المربي يقول البتاع ده اللي هو اللي هيرش مبيد او المزارع او الراجل بتاع الارشاد يبلغ النحال ويقول له احنا هنستخدم مبيد في المنطقه بتاعتك، والمبيد ده له تاثير على النحل، من فضلك اقفل النحل بتاعك لمده 24 ساعه او 48 او 72 ساعه. ده بالنسبه للجماعه بتوع المبيدات. احنا بقى كمجموعه نحالين اقترحنا ان احنا لنا دور في هذا الموضوع عشان النحل ما يموتش، ان احنا نراقب الرش باستخدام المبيدات، ان احنا لابد ان الخليه تتقفل وقت استخدام المبيدات، ان لو فيه استخدام طيارات او اي حاجه يتم ابلاغ النحال وقتها قبلها بوقت كافي، ان هو يتم ان هو يقفل على النحل بتاعه. اقترحنا برضو ان المبيدات المهربه والمغشوشه والكلام ده اللي هي بيتم تهريبها واستخدامها وكلها اثر سيء على النحل ان يتم التحكم فيه ووقفه. بالاضافه الى ان احنا اقترحنا ان ممكن النحال يقفل على الخليه بتاعته وقت استخدام المبيدات ويقدم لها التغذيه والكلام ده منعا لان هي تسرح وقت رش المبيدات والنحل يموت. واقترحنا برضو ان ممكن النحال ينقل الخلايا بتاعته لو المنطقه هيتم رشها وتم الابلاغ عنها، ممكن يتم نقل النحل لمكان اخر. اقترحنا برضو من ضمن المقترحات ان ما يكونش الرش عام ومنتشر في منطقه واسعه، ان ما يكونش زي مثلا استخدام الطيارات. استخدام الطياره ممكن ترش 1000 فدان في نص ساعه او ساعه، ده معناها ان كل الطوائف النحل اللي موجوده ممكن تنتهي وتموت في وقت. احنا كنا بنتكلم على افريقيا كلها، احنا في مصر ما فيش رش طيارات بس في دول بتستخدم رش الطيارات ارقام كتير من الرش اليومي للنحال، لان الطبقه الجويه الطياره اليوم 15 يوم الحضره بتخرج تعوضه، انما النهارده يومات ازاي يرش لسه في توصيات اخرى. في توصيه بسيطه جدا. ايه؟ ممكن المواد دهية تنسرق للناس الفلاحين وهيرش. اللي يرش بالنهار يعني ياخد مخالفه. يرش المغرب، عم يطلع النهار ثاني يوم يكون الليل مص المادة السامة بتاعته. قلنا الكلام ده الصبح مبكر، الصبح بدري او بال او وقت والنحل ما احنا قلنا وقت نشاط النحل لا. الصبح يكون المادة السامة وقت تزهير التزهير لا، كل الحاجات ده مكتوبة يعني في الفلاح. مش هيطبق هذا الكلام، الفلاح مش هيطبق هذا الكلام. لا لو اتعمل البروتوكول وده هيتم من الاتحاد الافريقي كله وهيبقى بالطريقة دي. مفيش دور لمرشد الزراعي حاجة، مفيش دور، يبقى اذا هيبقى في تعويض من الدولة للنحال المتضرر نتيجة موت نحل طالما لم يتم الإبلاغ عن. احنا حطينا كمان مجموعة من احنا حطينا كمان مجموعة من التوصيات بالنسبة للتضرر. يعني احنا قلنا الإدارة الحكومية بتاعة المبيدات هي إدارة مسؤولة عن توازن بين احتياجنا للمبيد وما بين تأثير ضار للمبيد على الكائنات الحية. يعني الإدارة الحكومية هي الحكم في الموضوع ده. وإحنا اعتبرنا مش الفلاح هو اللي ضد النحال، إحنا اعتبرنا إن شركات المبيدات هي اللي ضد النحال. تاخد بالك؟ لأن الفلاح هو ده واحد محتاج، اسمعنا مكامله. اسمعنا مكامله.
ان الفلاح اصلا هو واحد من المحتاجين. انا خلي بالك انت قلت ان الفلاح ان الاداره الحكوميه مسؤوله عن التوازن بين احتياجنا او احتياج الفلاح للمبيد وما بين الاضرار الناتجه عن المبيد ضد الكائنات الحيه كلها، مش نحالينه بس، ده نحالين واسماك وطيور والكلام ده وكل حاجه ماشي. فمين المسؤول عن هذا التوازن؟ اداره حكوميه. نمره اثنين، احنا طالبنا بان يكون في مناطق امنه ما فيهاش رش تماما، بحيث ان انا عايز اودي النحل بتاعي منطقه امنه اشتت فيها النحل او شيء من هذا القبيل، يبقى انا عارف ان انا هوديه فين، سواء غابات او محميات طبيعيه او مناطق زي اللي احنا ابتكرناها عندنا احنا اللي هو الساحل الشمالي ماشي. دي مناطق امنه من رش المبيدات. نمره ثلاثه، طلبنا بحاجه مهمه جدا وطبعا لقينا اعتراض شديد عليها، حاجه اسمها المسؤوليه المجتمعيه لشركات انتاج المبيدات. شركات انتاج المبيدات يا جماعه بتنتج مبيدات وبتكسب مكاسب طائله جدا، مفيش مانع انه يحط 1% من المكاسب ولا 2% تجاه المجتمع اللي هم بيضروه. يعني انا شركه مبيدات مثلا على مستوى في شركات بتشتغل بالمليارات، لما تطلع كل شركه كسب كذا مليون دولار توزعهم على الفلاحين او النحالين او الناس اللي هي تشتري نحل وتوزعه على الناس، تشتري ابقار وتوزعها على الناس، تشتري معيز وتوزعها على الناس، المسؤوليه المجتمعيه ديت موجوده في العالم كله. كل الشركات اللي بتنتج مواد تضر البيئه عليها مسؤوليه ايه؟ مجتمعيه. مفروض شركات المبيدات بما فيها اللي موجوده في مصر كل سنه يبقى في جزء من ميزانيتها يروح لحمايه البيئه، بس مش يودوه للحكومه. لا لا، يعملوا برنامج مسؤوليه مجتمعيه معروف، يجيبوا نحل ويوزعوه، يجيبوا ابقار ويوزعوها، يجيبوا معيز ويوزعوها، يجيبوا فراخ ويوزعوها للناس الايه؟ المحيطه بالمصنع، المتضررين. انت فاهم ولا ايه؟ انما ما الحكومه ما تاخدش منهم وتدخلوا عندها، يبقى احنا ما فيش كده، يبقى كده ما اسمهاش مسؤوليه مجتمعيه. المسؤوليه المجتمعيه تبقى تجاه المجتمع، تجاه المجتمع. فدول الثلاث حاجات اللي احنا اللي انا شخصيا قلتهم. تاخد بال حضرتك؟ اللي هي المناطق الامنه، المسؤوليه المجتمعيه، اداره حكوميه متوازنه ما بين احتياجنا المبيدات وما بين الاضرار الواقعه على الكائنات الحيه من المبيدات. الوثيقه دي لسه في اولها خالص. الوثيقه دي لسه لم تقر ولم تكتمل ولم تصاغ. بس احنا بناخد كل الاراء، انت عايز تقول ايه وانت عايز تقول ايه وانت عايز تقول ايه وانت عايز تقول ايه. لا لا لسه، لا الوثيقه الثانيه لسه، الوثيقه الثانيه لسه. هو في حاجه مهمه ما ذكرتش الكلام ده، اللي هي ايه؟ في مواد طارده للنحل اتقالت في التوصيات، لو قلنا انها تتحط للمبيدات وتترش فتره مسائيه او الصباح الباكر يبقى بالشكل ده. بس احنا مش مقتنعين بالكلام ده، اتقالت بس تم الاعتراض عليه. بس مش احنا مش مقتنعين بالكلام ده، شركات المبيدات مش، لان انا مش معقول احط مبيد حشري طارد. طارد ايه؟ اذا كان هو معمول عشان يقتل الحشرات، بس انت عشان تحط ماده طارده في المبيد، ما هو النحل حشره. حشره ولا مش حشره؟ حشره. تحط ماده طارده في المبيد معنى كده ان هيخلي الحشرات الثانيه اللي انت رايح تكافحها هتهرب وتسيب المبيد. هو انا في دكتور القطن بقاوم الفراشه ولا بقاوم الفراشه؟ فدوده سد؟ الاثنين بتقاوم كله. لا ما بتقاومش الفراشه ولا بتقاوم. قال لا؟ صحيح. امال المصايد اللي احنا عاملينها دي يا دكتور ازاي؟ استرشاد بالاصابه. احنا كل الشغل دلوقتي بقى على الايه؟ الفراشات. ان انا زي ما احنا بنصطاد ملكات الدبور، هم برضو بداوا يفكروا في صيد الفراشات والحاجات دي. انا عندي بنت القطن وديدان اللوز وزبابه الفاكهه. كل دول لهم مصايد، وزبابه الخوخ. لهم مصايد بس مش للمكافحه، للاسترشاد. عايزين في نهايه الندوه بتاعتنا دي انه نطلع بحاجه، نطلع بحاجه. احنا اتكلمنا دلوقتي عن ان في منهج عالمي لتربيه نحل العسل، في طريقه واسلوب عالمي العالم كله متبعه، في
في تربية نحل العسل. التخبط اللي كان عندنا والأفكار اللي متضاربة والمتعكسة و احنا عايزين نلغي الكلام ده خالص عشان نبتدي تربية حديثة لنحل العسل تشابه أي نوع من التربية في العالم كله. فلازم يكون عندنا قواعد ثابتة ما نعترضش عليها، لابد ان احنا كلنا نبقى مؤمنين بيها. اول حاجة ان الخلية القوية بتجيب عسل اكتر من الخلية الضعيفة، لازم نبقى مؤمنين بذلك والعالم كله بيعمل على ذلك. لازم نبقى مؤمنين ان الخلية القوية تجيب غذاء ملكات وتجيب بروبليس وتجيب حبوب لقاح، والخلية الضعيفة لا ما بتجيبش حاجة خالص. فاهم ولا ايه؟ لازم تبقى مؤمن تماما ان في تربية نحل العسل ان في اساليب العالم كله متبعها، واحنا لما نيجي نتبع لابد ان نمشي زي العالم كله ماشي. لما يجي واحد النهارده يقول لنا كلام عكس اللي بيتقال بره او بيتعامل بره يبقى لازم ولا بد نقول لا ستوب، ده ديت خارج المنهج ماشي ولا ايه؟ واحنا بنشكركم وكل شهر وانتم طيبين.